الحكاية التالتة بتتكلم عن مكان خرج منه كلام يتحدث عن نادي موجود في الشرق الأوسط وربطه بشكل أو بآخر بدوري أبطال أوروبا. موقف آخر لشخص آخر قال كلام بيربط بين الزمالك وكأس العالم للأندية، أو هكذا انتشر الأمر. لا الصحفي تحقق ولا رئيس تحريره تحقق، والجميع نشر الخبر لأنه بيصب في المصلحة العليا، لأن الناس تنام مبسوطة. بغض النظر إن مصر كلها أصلاً عرفت الخبر اللي أنت بتتكلم عنه ده، يعني برضو حكايتك كلها كذب، لكن أنا مش هختلف معاك في إنه فعلاً الصحافة ما كانش عندها أي مهنية إنها تنشر خبر أو هو تصريح لخالد الغندور دون التأكد من صحته. دي غلطة مهنية كان لازم كمان يعتذروا عنها. لكن تعالى بقى أحكي لك حكاية حقيقية حصلت من زميل ليك في قناة نادي الزمالك، اللي قدم وثيقة أو فاكس ادعى إنه جاله من الفيفا، أو الفاكس ده جاء من الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن عبده صالح الوحش، وقال إنه وصل له الفاكس ده لكنه تعمد إخفائه عشان يخلي الأهلي هو نادي القرن. ومش بس كده، ده جاب واحد كمان اللي هو طبعا كابتن فيكن، وقال له انه الوثيقه دي احنا نتحمل مسؤوليتها. الـ 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 المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم بعته للاتحاد المصري لكره القدم سنه 2000 عشان يعلموا بان الزمالك على قمه الفرق الافريقيه بعدد بطولاته. الفاكس ده وصل للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000. للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ جاء كابتن عبد الصالح الوحش بالتعيين سنة 2000، ووصل كابتن عبد الصالح الوحش هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور بعدها بشهور. تم الإعلان عن من هو نادي القرن في أفريقيا. دكتور ارجع لحضرتك، يمكن معاك المستند ده، حضرتك ترجمه لي معلش. يعني المستند ده نحن نتحمل مسؤوليته يعني، لكن حضرتك انا هقراه من غير ما اتحمل مسؤوليته. طبعا ما اقدرش يعني حضرتك اقراه لان هو باللغه الانجليزيه. اتفضل. تفتكر واحد زي خالد الغندور هيقول له يتحمل مسؤوليتها الا وانه عارف ان ده كذب، وعارف ان احنا ردينا على الوثيقه دي قبل كده لما احد الصحفيين عرضها وكذبناه وقلنا انه دي وثيقه من موقع اسمه RSSSF وانه ده ملوش اي علاقه بالفيفا؟ عشان كده الغندور لما عرضها والف قصه يتهم فيها شخص متوفى وما احترمش ابدا الوفاه دي، واتكلم في ذمته وطعنه في يعني ذمته المهنيه عشان بس يجامل ناديه. ده شيء مش مهني ابدا، حصل من زميل ليه في قناه الزمالك، وانت ما قلتلوش عيب، ولا هو نفسه اعتذر عن الواقع دي بقاله 6 شهور. فقبل ما هو يطالب الصحافه للاعتذار عن تصريح كاذب، يعتذر هو عن اتهامه لذمه شخص متوفى ملوش اي ذنب في اللي هو قاله.